من الحق ترقى كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا ضيع حقه لم يكن أحد لغضبه من رآه بديهة هاب وإذا دعاه المسكين أجاب يقول الحق ولو كان مرا ولا يخبر لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عيان إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأن ما يجنون من كلامه أعلى ثمر وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأن من در يسكت من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس بكي طيبه فيه أياما وإن تغيب ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزور وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره بأوان الظهر وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعض واسفي ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وقيل لبعضهم كأن وجهه القمر فقال بل أضوأ من القمر إذا لم يعل دونه الغمام قد غشيه الجلال وانتهى إليه الكمال قال بعض أسفي ما رأيت قبله ولا بعده مثله فيعجز لسان البليغ إذا أراد أن يحصي فضله فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بالمحل الأسنى وأسرى به لاقى بقوسين أو أدنى وأيده بالمعجزات التي لا تحصى وأوفاه من خصال الكمال ما يجل أن يستقصى وأعطاه خمسا لم يعطهن أحدا قبله وآتاه جوامع الكلم فلم يدرك أحد فضله وكان له في كل مقام مقال ولكل كمال منه كمال لا يعور في سؤال ولا جواب ولا يجول لسانه إلا في صواب اللهم صل وسلم وبارك عليه وما عسى أن يقال في من وصفه القرآن وعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيتك وكلامه وقارن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب سرورا اللهم صل وسلم
وسلم وبارك عليه وعلى يا بدرة من أعز كل كمال Good.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.